إذن الحكام بعض الميدان الضباط. نبدأ باستقبال المهرات المتأهلات إلى بطولة المهرات بعمر سنتين وثلاث سنوات لجزان جيتلما يوهاب ناو جينيور فيدرال تشامبيونشيب. Such a fool.
المهرات المتاهلات يدخلنا الى ارض الميدان. الصف الاول صاحبات المراكز الاولى، والصف الثاني صاحبات المراكز الثانيه. كما ذكرت البطله الذهبيه يجب ان تكون من الصف الاول، اما البطله الفضيه او البرونزيه ممكن تكون من الاول او من الثاني، ما في مشكله حسب اختيار الحكام.
إذن ما زلنا نتابع هذه البطولة، بطولة المهرات بعمر سنتين وثلاث سنوات. This program is offered by حقيقة الخيار الصعب، مجموعة ثمان مهرات متأهلات حاصلات على المراكز الأولى والثانية، والحكام جميعهم بأرض الميدان. Ask yourself a question. والخيار لا يزال متاح أمام الحكام للقرار. نظام التصويت This is your time. وليس نظام العلامات. This is your moment. لكن بنفس الأسس والمقاييس. It's calling out to you. يأخذ الحكام بعين الاعتبار. Every day, get up and do what you love and love what you do. Embrace the world. Enjoy the journey. وأنتم أيضا أكيد فكروا your best life. بطلة ذهبية أو ممكن تكون فضية أو برونزية. Follow your passion أكيد. Because no one can do it for you. وأصحاب المهارات أكيد أتمنى See Jarvis Insurance protecting your passion so you can live your dream. لأننا جميعنا بطلات حائزات عن مراكز أولى والثانية في الفئات، إذا مؤهلات، إذا بطلات جميلات. لكن مطلوب أن نختار من الجميلات ثلاث بطلات. The monster inside of me.
وهذا الحكي شوفوا الأشرب كان ومحبونا ومحبونا الآن بقول الميدان ومقولون بأن يقوم إذن بعد النتائج سوف يتفضل الجهاز الثاني نادي مزرعة الناي مشكورا سوف يتفضل في تتويج البطلات نور شيخ جاسم يعطيك ألف عافية حياكم الله نور الأولى كل الشكر والتقدير للشيخ جاسم والمربط الرائع للشيخ جاسم الثاني مزرعة النايف سوف يقوم بتتويج البطلات ننتظر إذن نبدأ بصاحبة الميدالية البرونزية برونز ميدالست goes to Philly number 56 رقم 56 أمة الله الصافنات ألف مبروك لمزرعة الصافنات الرائعة وحكمنا الدولي الأستاذ نشأت إعجازي ألف مبروك الميدالية البرونزية أما الفضة silver medalist goes to Philly number 24 نعيمة العزب ألف مبروك لمالك هذه الجميلة مزرعة التراث العزب ألف مبروك الميدالية الفضية أما الآن Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gold medalist go to Philly number 39, Darin Al-Bawadi. تختال بجمالها ومزرعة البوادي مرة أخرى بالذهب ألف مبروك أبو عادل ألف مبروك لمزرعة البوادي الرائعة دارين البوادي تختال بالجمال وتحضر بالذهب في أرض الميدان ألف مبروك للسيد أحمد عبد الرازق وهو أيضا مالك مزرعة البوادي الرائعة والأستاذ عادل أحمد عبد الرازق على التجهيز الرائع والمميز المبروك للجميع ويتفضل الرائع الشيخ جاسم الثاني مالك مزرعة النايف له منا كل التحية والتقدير الشيخ جاسم لك منا كل التحية منور تفضل يتوج البطلة Yeah.
البوادي ومزرعة البوادي المميزة. نبارك لصاحبة المركز أو صاحبة الميدالية الفضية وهي نعيمة العزب. ألف مبروك للمزرعة الرائعة مزرعة تراث العزب. ألف مبروك الميدالية الفضية. الشيخ جاسم الثاني يتوج أيضا الميدالية البرونزية الآن. إلى الصافنات الرائعات مزرعة الصافنات ونبارك للأستاذ نشأت حجازي مالك مزرعة الصافنات والحكم الدولي المعروف له منا كل التحية والتقدير. مبروك الميدالية البرونزية للجميلة التي أيضا اختالت بجمالها وهي أمة الله الصافنات. ألف مبروك الميدالية البرونزية. كل الشكر والتقدير للشيخ جاسم بن عيد آل ثاني مالك مزرعة النايف الرائعة الذي تفضل بتتويج البطلات الثلاث.